استقبل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمه التمييز رئيس جمعيه المحامين البحرينيه المحامي صلاح احمد المدفع واعضاء مجلس اداره الجمعيه واكد معالي على علاقه الشراكه والتعاون المستمر في سبيل تحقيق رساله العداله وتكريس سياده القانون وجرى خلال اللقاء تبادل الافكار في مجال تطوير اليه العداله واجراءات المحاكم ومهنه المحاماه والتدريب القانوني